الشيخ الفقيه حمد بن خميس بن محمد بن علي السعدي عاش في القرن الثالث عشر الهجري من بلدة الخضرة من ولاية السويق. نشأ محبا للعلم والعلماء، مجتهدا في تحصيل آثار المسلمين ودراستها، وعاش حياته ملازما لحلقات العلم طالبا ومعلما، فاستفاد وأفاد وراسل أهل العلم في عصره سائلا ومستفيدا، وعلى رأسهم شيخه ناصر بن أبي نبهان الخروصي. كان يجيب سائليه شفاها وتحريرا، واستنسخ لنفسه العديد من آثار المسلمين، فكان قويا في العطاء، قدوة في الحرص على العلم. وبرز على يديه العديد من أهل العلم، وأصبحت الباطنة تعج بالمتعلمين والصالحين. يقول الإمام نور الدين السالمي رحمه الله: وكانت الباطنة قد زهرت زهرة حسنة، وكثر فيها الأخيار والمتعلمون، وفيهم الشيخ جميل بن خميس مؤلف قاموس الشريعة، وكان يسكن القرط، وكان شيخهم حمد بن خميس من خيارهم. اتصل الشيخ بالعديد من علماء عصره، منهم الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، والشيخ جميل بن خميس السعدي الذي كان رفيقه في درب الإصلاح. ونظرا لما للشيخ حمد من جهود واضحة في العلم والإصلاح، فقد أشار إلى مكانته العلمية العديد من العلماء والمصلحين والنساخ، منهم شيخه ناصر بن أبي نبهان، فقد عده من أهل العلم في زمانه، وعده ذو الغبراء خميس بن راشد العبري من مشاهير علماء عمان عبر تاريخها الطويل. كان له دور رائد في الإصلاح في الباطنة، وكان من ضمن الذين قاموا مع السيد حمود بن عزان سنة 1262 للهجرة من أجل تعيين إمام على عمان. واتصل حبله بأخيه السيد قيس بن عزان، فكان حليفه في نصرة الحق. اشتهر محليا بصاحب السنة في حوزة آل سعد، السويق والمصنعة، وهو مصطلح يقصد به العرف فقها، وهو ما يرضى الناس به لحل خلافاتهم فيما لا يتعارض مع الشرع الشريف. وترك الشيخ عددا من الجوابات الفقهية. انتقل الشيخ السعدي إلى رحمة الله بعد حياة قضاها في التعليم والإصلاح، ولا تورد المصادر تاريخ وفاته. شأنه في ذلك شأن أغلب فقهاء الباطنة، بل فقهاء عمان عامة. وآخر تاريخ كان فيه حيا هو سنة 1263 للهجرة، والراجح أن وفاته كانت سنة 1278 للهجرة أو قبلها بقليل. ورثاه العديد من الشعراء، منهم علي بن عبد الله الشيعي الحميري، حيث يقول: قضى ابن خميس فالبرية لغب، قضى ابن خميس فالبرية لغب، تناديه شجوا والعيون بواريق، فلم ندر من قبل افتقادي كأن في روب الأرض لوب البدر والبدر شاريق، وأمنا نجوم الأفق تسكن في الثرى، وطود على الأيدي يرى وهو شاهق، فعاف الكلا وحش الفلا عند فاقديه، وأحدى قبيل عليا إلى الثكل ناعيق، وللدين ترجيع من النوح تارة، وترديد سجع حار فيه الخلائق. ورثاه الشاعر سالم بن سليم الصبحي بقصيدة باكية مبكية، يقول في بعض أبياتها: ما طبت يا زمن اجتماع، ما طبت يا زمن اجتماع أخلة، إلا وأنفقت الغراب الأفحما،
كم ذعت بالخضر خضرار ربوعها أتحور أحواها هشيما محطما شرقت نحوسك مذ غرابن سعودها وبخير من ركب المطايا السوما قطب تتيه الأرض إذ فيها خطا فتبخترت عجابا على أهل السماء أضحى به الدين الحنيفها إجا مستوبلا مستأسلا متوخما. رحم الله شيخنا السعدي وأدخله فسيح جناته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.